وهذا الحديث كلمة سبعة ليس هو المقصود بها سبعة أشخاص، إنما هي سبعة أجناس، وتحت كل جنس من هذه الأجناس من العدد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا المقصود بها سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، يعني سبعة أجناس من البشر تحت الإمام العادل حدث ولا حرج، تحت الشاب الذي نشأ فيه طاعة الله، تحت الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. كانوا يقولون على الشيخ محمد المختار الشنقيطي على والده، يقول لقد نشأ والدك فينا ولم نعرف أنه قد يعني في يوم من الأيام تحرك بشهوة. سبحان الله، يعني ما في يوم من الأيام يعني أصابه ما يصيب إيش؟ ما يصيب الشباب رحمه الله رحمة واسعة. الله يجعلنا وإياكم.